منزل فلسطيني آخر في قرية ديوك أصبح ركاماً بعد أن هدمته آليات الاحتلال بدعوى عدم حيازة التراخيص اللازمة. هذا وتستمر سياسة الهدم في هذه القرية بالتزامن مع إنشاء بؤرة استيطانية جديدة تطل عليها تمهيداً للسيطرة الكاملة على القرية. اليوم صباحاً تم هدم بعض البركسات في منطقة ديوك ونوامة اللي أبناء شعبنا بإذن الله حيبقوا على هذا الركام صامدين بإذن الله حتى تقرير مصيرهم والوصول إلى مرادهم في تحقيق العدل في قضيتهم العادلة وهي إقامة دولة فلسطين على هذه الأرض. بالنسبة للإخطارات اللي تم إعطائها في منطقة النويعمة هي تتجاوز حوالي 50 إخطار لسكان منطقة النويعمة، يعني انبنى فيها شبه يعني بنايات على طابق أو طابقين وأكثر كمان، يعني وتركوا المواطنين يقوم بعملية البناء بعد ما تم البناء، أعطوهم الإخطارات. يعني هاي سياسة، يعني سياسة إنه تدمير للبنية التحتية وتدمير للمواطنين اقتصاديا واجتماعيا. استهداف الاحتلال للسكان مستمر بكل الطرق والأساليب، حيث اقتحمت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال مخيم عقبة جبر واعتقلت منه مواطنين. بالأمس فاتت قوات خاصة معززة بآليات جيش الاحتلال، طبعا كانت مساندة للقوات الخاصة، فاتوا على ابن أخوي ياسر أحمد أبو العصل، محمد علي أبو العصل، أيضا قوات خاصة عملوا حالهم أنهم عبروا يشتروا من المحل، وقاموا بالاعتداء عليهم وضربهم في داخل المحل وأخذ الكاميرات. طبعا شباب عزل كسر. استمرار هذه الاعتداءات ما بين هدم واعتقال وعربدة المستوطنين تؤكد على أن الاحتلال ماض في خططه من أجل التضييق على المواطنين والنيل من صمودهم. يجدد الاحتلال من اعتداءاته اليومية على مدار الساعة، فما بين اقتحام واعتقال واعتداء وهدم وتدمير تستمر معاناة المواطنين في الأغوار. من مدينة أريحة، إلهام هداب، تلفزيون فلسطين.